اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وحلقه خاصه من برنامجنا الوطني كفاءات من الامارات. كما عودناكم بكل حلقه نستضيف ضيف مميز، ضيف اثبت همته وبراعته وحبه في خدمه هذا الوطن. ولدينا لهذا اليوم المطعم كشري ستيشن، المؤسسه لهذا المطعم طبعا السيده نوره. بدايه اسعد الله مساكي واهلا وسهلا فيك عم الرمبر قناه سما الخليج. اهلا يا استاذ، طبعا احب اشكركم على استضافتي في البرنامج. طبعا سيده نوره خبرينا اكثر قبل ان نتعمق في كشري ستيشن ونعرف شو هذا المطعم المميز، مين هي السيده نوره؟ طبعا بدايه انا اسمي نوره العيماني، انا صاحبه كشري ستيشن. انا عموما واصلا من اماره عجمان، واكيد لما فكرت ابدا مشروعي اكيد ما راح اطلع برا امارتي، فبديت المشروع في اماره عجمان. جميل، بدايه انطلاقتك في المشروع سيده نوره، كيف اجتك فكره انشائه؟ شو مميزات المطعم؟ شو فكره انشائه كانت بالضبط؟ والله جتنا الفكره ان كانت مطاعم الفاست فود والبرجرز وايد منتشره، فطبعا هاي اكيد لها اضرار كبيره على صحه الانسان، فحبينا ان نسوي مطعم جديد يكون في قيمه غذائيه اكثر من انه يكون يقدم فاست فود عشان يحصل على الفلوس ويبيع اكثر وخلاص. فطبعا بدينا بفكره الكشري. ليش اخترنا الكشري بالذات؟ لان الكشري طبق فيه قيمه غذائيه عاليه، مثل ما الكل يعرف ان الكشري متكون من الرز، من المعكرونه، من العدس، من الحمص، اكيد هاي كلها مواد غذائيه فيها قيمه غذائيه عاليه. فحبينا ان نقدم الكشري بطريقه مبتكره، مش فقط يكون الكشري المصري العادي، حبينا نضيف عليه قيمه غذائيه اكثر، مثل الدجاج، مثل اللحم، مثل التونه. فهاي هي كانت فكرتنا وبدايه انطلاقنا، ان نقدم طبق بقيمه غذائيه عاليه وفي نفس الوقت يكون سعره متناول في ايد الجميع. جميل، خبرينا اكثر عن طبق الكشري. في كثير ناس بتعرف وكثير ناس ايضا بتجهله، من ما يتكون هذا الطبق وما هي مميزاته؟ الكشري اصلا هي طبق معروف في مصر، اكثر شيء في دوله مصر. فمثل ما خبرتكم قبل يتكون من الرز، يتكون من المعكرونة والعدس والحمص. هذا عموما يسوونه في مصر، ولكن نحن لما جينا نسوي في دولة الإمارات حبينا أن نضيف عليه قيمة غذائية مثل ما قلت لك قبل، ويكون شيء متوافق مع دولة الإمارات. يعني نحن مثلا كعائلة إماراتية لما ناكل الرز ناكله مع الدجاج أو مع السمك أو مع اللحم، فالكشري سويناه بنفس الطريقة، نقدمه مع الرز، مع الدجاج، مع اللحم، ومع التونة اللي هي نوع من أنواع الأسماك، وطبعا في عندنا بعد الربيان. جميل، طبعا سيدة نورة خبرينا أكثر عن الخدمات الموجودة في مطعم كشري ستيشن. الكشري طبعا احنا اول ما بدينا كنا فقط متخصصين بالكشري بكل انواعه مثل ما ذكرت قبل، ما كان عندنا اي طبق غير الكشري، لكن مع الايام حبينا نطور، حبينا نزيد اطباق ثانيه، فحاليا صار عندنا سندويتشات، صار عندنا ورق عنب، وصار عندنا صحن الكبده. جميل، اشرافك على هذا الموضوع، اختيارك لموظفينك كيف كان؟ اكيد طبعا الموظفين كنت احب ان يكونون مصريين على اساس ان يكونون اخبر مني في ان كيف يقدمون الكشري. فوظفت مديره المحل عندنا الاخت نهى، مصريه الجنسيه، لان اكيد راح يكون لها خبره اكثر في تقديم الكشري اكثر منا نحن كمواطنين. وطبعا الموظفين نقابلهم ونشوف منو اللي يقدر يبتكر ويقدر يبدع في الطبق ونوظفه. جميل، طبعا سيدة نوره خبريني اكثر الان عن اللمسه المميزه اللي خليت مطعم الكشري هذا يتميز عن باقي المطاعم المنافسه. اكيد نحن تميزنا في الكشري طبعا من البدايه، كان الديكور عندنا مميز، ما كنا مطعم بس وخلاص، فكرنا في الديكور وايد مثل ما انتم حضراتكم شايفين.
الديكور عندنا مميز، مش نفس كافتيريا او اي مطعم وخلاص. واهتمينا وايد بالباكينج بالعلب، هذا كله يعني بذلنا فيه جهد كبير. جميل. الى ان وصلنا للكشري، ومثل ما خبرتكم قبل ابتكرنا فيه وايد انواع، اللي هو ضفنا وايد اضافات خاصة فينا مش ممكن تحصلها برا عند اي مطعم كشري ثاني. جميل. طبعا خبرينا اكثر عن نظرتك المستقبلية سيدة نورة، لوين نكون؟ طبعا اكيد نحن نطمح ان كشري ستيشن يتوسع اكثر ويكبر اكثر، ويصير له فرع في كل امارة من امارات الدولة، وطبعا نتميز ونتطور محليا واقليميا، اكيد نتوزع حتى في الدول العربية المجاورة. جميل. طبعا سيدة نورة، الان لو تحدثنا اكثر عن الجانب الوطني، عن جانب الامارات العربية المتحدة، ونحن مقبلون على ايام فضيلة، تخبرينا اكثر من انك انت احد ابناء هذا الوطن، لمطعم كشري ستيشن بالاوضاع الحالية، كيف كانت تجهيزاتك حتكون في رمضان والوجبات تتقدم في رمضان؟ اكيد جهزنا حق الشهر الفضيل وجبات ثانية غير الكشري، اللي هي وجبات فيها قيمة غذائية عالية، وان هي تساعد الصايم على انه يستعيد طاقته من بعد الصيام. عندك مثل الفلافل، طبعا الكل عارف قيمة الفلافل الغذائية، غنية بالبروتين غنية بالحديد، وكذلك ضفنا الكبد، طبعا الكبد معروف بالحديد اللي فيه، وكذلك ضفنا عندك الورق عنب، طبعا هي أكلة محببة عند جميع الأعمار وجميع الناس. جميل. سيدة نورة، خبرينا أكثر عن منظومة خليك في بيتك، وإماراتنا بكبر إيد بإيد. طبعاً نحن هني أكيد متضامنين مع الحكومة، وأي شيء تطلبه من الحكومة أكيد لازم يتطبق بحذافيره. فطبعاً هني عندنا الحكومة منعت التجول من بعد الساعة 8، فأكيد كشري ستيشن راح يدعم هذا الشيء، وراح نخلي أن الكاستمر قاعدين في بيتهم مرتاحين، ونحن نوصلهم الطلبات لغاية البيت. أهم شيء عندنا طبعاً الأمن والأمان، وأن الناس يقعدون في بيتهم بأمان. إن شاء الله تعالى. شكراً لك على هذا التضامن، على إيد بإيد إماراتنا تكبر. شكراً. شكراً لك. طبعا نعمة الأمن والأمان، ماذا تعينك يا سيدة؟ أكيد نعمة الأمن والأمان، كل شخص في أي دولة كان، في أي مكان عايش فيه، أكيد هو راح يكون شغله شاغل دائما، أن الواحد يكون مطمن، يكون ما في عنده خوف من أي شيء، سواء على بيته، سواء على تجارته، سواء على أي شيء. فأكيد الحمد لله شيوخنا أبدا مش مقصرين، عطينا الحمد لله يعني كل التسهيلات ان نقدر ان نفتح المشروع ونكون مطمنين عليه، ونحن في بيوتنا وانا مطمنه على مشروعي انه شغال، انه ما في اي شيء. جميل. طبعا سيده نوره، هذه النعمه لم تاتي من فراغ، وبيئه الاستثمار الناجح لم تاتي من فراغ، اتت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل القيادات الحكيمه وقيادة الرشيد الموجوده في الامارات، من احد بنات الوطن. كلمه شكرا تهديها لشيوخنا وحكامنا، شو هي؟ اكيد نتقدم نحن اسره مطعم كشري ستيشن بكل الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على أنها اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية السباقة للارتقاء بمناخ الاستثمار، وتذليل كل المعوقات، وقطعت شوط طويل في تهيئة بيئة الاستثمار وتسيير الإجراءات، واعتمدت على التكنولوجيا والابتكار والإبداع لتسهيل تأسيس المشروعات ومساعدة المشروعات على النمو والازدهار. فأكيد كل الشكر والامتنان لدولتنا وقيادتنا الرشيدة. جميل. طبعا في نهاية برنامجنا لم تشكري كلمة شكرا لأشخاص مميزين بحياتك كانوا داعمين لإلك، ونتشكرهم أيضا بموسم شهر رمضان المبارك. أكيد الشكر الأول أقدمه حق عائلتي، أن قدمت لي كل الدعم في أني أبدأ مشروعي، وأكيد طبعا بعد أشكركم أنتم وأشكر قناتكم سما الخليج على هاي الفرصة الحلوة اللي قدمت لي إياها والاستضافة الجميلة، شكرا لكم. طبعا الشكر لك سيدة نورة، شكرا لك سمحتي كمان سما الخليج بتجول داخل هذا المطعم لاستعراض بعض ملاخات أصور والفيديو لهذا المطعم المميز
نشكرك لاستقبالك الرائع، لأن نشكرك أنه أنت أحد الكفاءات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، والأشخاص الذين دائما وأبدا نفتخر بوجودهم بيننا. شكرا لكم. شكرا. شكرا لك سيدة الله. وإلى هنا أعزائي المشاهدين، كما رأيتم نحن الآن بجولة ميدانية داخل مطعم كشري ستيشن، بداخل هذا المطعم المميز في إمارة عجمة. وفي النهاية انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم بأمان الله.